شكرا ليك يا زميلي ابراهيم فايق. بعد نهايه المباراه 3 نقاط مهمه وثلاثه اهداف علي معلول رجل هذه المباراه. علي كل سنه وانت طيب ومبروك طبعا الفوز النهارده. رمضان كريم عليك، هدف رائع النهارده واكيد طبعا يعني في مسيرتك. يعني انا هبدا الاول بيك، يمكن بقى لنا فتره ما تقابلناش، 238 مباراه، اكتر لاعب محترف في تاريخ النادي الاهلي يخوض مباريات، 43 هدف، ما شاء الله عليك، مسيره رائعه مع النادي الاهلي. اول حاجه ان شاء الله رمضانكم مبروك ناس كل، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. الحمد لله، انتصار مهم، 3 نقاط مهمين في مشوار الدوري بعد الانتصار في الشامبيونز ليج مع لقاء الهلال. كان قدامنا 5 ايام نحضروا فيه مقابله غزل المحله، نعرفوا كانت اهميه المقابله، مقابله 3 نقاط خلينا نبعدوا اكثر في النقاط على اقرب المنافسين لنا. الحمد لله 3 نقاط جاوا مع اداء ممتاز للنادي الاهلي. بالنسبه للارقام الفرديه، الحمد لله الحمد لله، الارقام الفرديه ممكن تحصل عليها الا بالارقام الجمعيه بالفريق. الحمد لله فريق النادي الاهلي ساعدني انه نقدم اداء ممتاز واني نكون موجود اليوم كاكثر اللاعبين الاجانب مشاركه في المقابلات وتسجيل الاهداف. الحمد لله هذا ما يزيدنا كان اصرار وعزيمه مش نزيد نقدم اكثر ما يمكن ان شاء الله من اداء المقابلات القادمه ان شاء الله. ارقام فرديه ولكن التاريخ سيتحدث عنها، يعني بيعني لك ايه كلاعب محترف النهارده في تاريخ هذا النادي العملاق النادي الكبير انك تكون كاكثر محترف شارك في مباريات وشارك مع النادي الاهلي كافضل محترف؟ اكيد هو شرف كبير انه نكون جزء حتى بسيط من تاريخ النادي الاهلي، لكن الارقام الفرديه ما تنجم تكون عندها اهميه كبيره الا بالالقاب وبالتتويجات. ان شاء الله في اخر السنه لما نكون متوجين ان شاء الله بالالقاب نتحدث اكثر على الالقاب الفرديه ان شاء الله. من اوف ذا ماتش النهارده تعني لك ايه في مباراه مهمه قبل نهائي كاس مصر؟ لا جايزة يعني مان اوف ذا ماتش، لكن الفريق الكل كان ممتاز اليوم، الفريق قدم اداء ممتاز، ما نجموش نقولوا علي معلول اليوم اللي كان رجل المقابله، اللاعبين النادي الاهلي كل قدموا مقابله ممتازه، نهدي لهم الجائزه هذه وان شاء الله قادم مقابلات ديما يكونوا لاعبين من النادي الاهلي ان شاء الله. قرعه اوقعه الاهلي مع الرجاء المغربي، شايف ازاي كانت القرعه اثناء المباراه؟ الحمد لله اي فريق يجي مرحبا به، فريق الرجاء فريق كبير، فريق عنده تاريخ، لكن النادي الاهلي توا تعدينا لمرحله المجموعات ان شاء الله، فما نادي اهلي جديد في الادوار الاقصائيه ان شاء الله. كاس ان شاء الله عندنا 5 ايام، 5 ايام ان شاء الله نحضروا فيهم المقابله كما يلزم، لكن انه الاهم انه الاجواء ممتازه، فما رجعنا لسكه الانتصارات هذه، خلينا ان شاء الله نحضروا لقاء البيراميدز في اجواء ممتازه ان شاء الله. تقش كتير، لكن سؤال اخير، اجواء رمضان عامله ايه معاك في مصر دلوقتي؟ وعلي معلول يزداد تالقا مع تالق، واعتقد الحمد لله اداء واضح، علي معلول بيفرق مع النادي الاهلي لما يكون موجود داخل التشكيله الاساسيه. الحمد لله، لا الاجواء في رمضان اجواء ممتازه الحمد لله، لكن عديت اسبوع في تونس كانت اجواء ممتازه، كيف الاجواء في مصر اجواء ممتازه، انا مش حاسس بغربه، حاسس ان انا واحد من الناس اللي موجودين هنا. تألق علي معلول كما قلت لك يرجع لتألق الفريق كامل، علي معلول ما يتألق لما الفريق الكل يكون متألق ويقدم فيه أداء ممتاز. الحمد لله إن شاء الله نكمله ونخدم على رواحنا ونقدمه إن شاء الله اللي منتظر منا من قبل الجماهير إن شاء الله. فوز مبروك من ماتش. الله يخليك، شكرا لك. لقائنا مع علي معلول رجل هذه المباراة. إبراهيم تعود الكلمة لك، أنت تفضل.